تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل كيب كات ليمن، قم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم سوف نقوم بضغط هنا على تطبيقات، عفوا بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن كيب كات خاص بكم، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف تشغيل الهاتف خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن كاب كات خاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم كيب كات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، لا تنسوا